في طواف الوداع لم أكمل الشوط السابع، هل علي شيء؟ طواف الوداع في الحج إذا لم تكمل السابع معناه أنه ما صح طوافك، يكون عليك فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا شاب مستقيم والحمد لله، ولكن يوجد في بيتنا دش، ووالدي لا يصلي إلا في البيت، فما السبيل لهدايتهم؟ نعم،